ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي بقى جه معادنا مع آخر أخبار النادي الأهلي والفرق الرياضية المختلفة، وطبعا أنشطة اللجان وكل الأمور الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم كمان. وهيكون معانا دلوقتي، هتنضم لنا مراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا طبعا بصبح عليكي في البداية، وأكيد مستنيين منك كل الأخبار الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا زي ما احنا عارفين يمكن غادروا يعني منذ قليل إلى النمسا، وكمان كل الفرق الرياضية الأخرى الأخبار الخاصة بيها وأيضا أنشطة اللجان. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما قلت يا مريم هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة بالفرق الرياضية المختلفة وكمان أنشطة اللجان وكل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي. خلونا بقى في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم واللي غادر للنمسا. يعني التجمع النهاردة كان الساعة 8 صباحا، والطيارة اتحركت الساعة 10، والمعسكر طبعا هيستمر حتى يوم 6 سبتمبر استعدادا بقى للموسم الجديد. طبعا الفريق هيكون عنده تحديات كتير، سواء طبعا بطولات محلية أو قارية، وكمان المشاركة في كأس العالم للأندية. كمان خليني أقول لكم بقى إنه في قائمة الفريق اللي غادرت للنمسا يعني شباب النادي الأهلي محمد زعلوك ومعتز محمد، طبعا هم مواليد 2005. أكيد طبعا دي فرصة كويسة ليهم عشان بقى يدخلوا في أجواء الفريق الأول لكرة القدم، وممكن كمان نشوفهم بيشاركوا في الموسم الجديد. كمان بقى خليني أقول لكم إنه الفريق كان اختتم تدريباته امبارح على مختار التتش كابل المغادرة للنمسا. امبارح المران كان على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الصباحية كانت الساعة 10 الصبح، والمسائية كانت الساعة 6 مساء. وكالعادة بقى مستر مارسيل كولر كان حريص انه يعقد محاضرة مع اللاعبين عشان يحدثهم عن كل الامور المتعلقة بالمرحلة القادمة، ان هم طبعا لازم بقى يبدأوا الموسم الجديد بفول انرجي، ويكون عندهم طبعا رغبة في الحصول على جميع البطولات، يمكن زي ما عملوا الموسم اللي فات. ان شاء الله قادرين ان هم يحققوها الموسم ده، وكمان يفوزوا بالعلامة الكاملة في جميع البطولات. كمان خليني أقول لكم بقى أنه خلاص تم تحديد اللي هيواجه النادي الأهلي في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، وهيكون فريق سان جورج الإثيوبي. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي. خلونا بقى نروح دلوقتي للألعاب الأخرى، والبداية مع رجال كرة اليد اللي بيستعدوا بشكل قوي جدا للموسم الجديد. يعني خلاص أول مباراة ليهم هتكون يوم 1/9، هتكون أمام فريق الزهور. ده طبعا ضمن بقى منافسات المرحلة الأولى من الدوري، بيستعدوا بشكل قوي جدا زي ما قلت لكم. يعني كمان كابتن أو مستر ديفيد ديفيس رفع الحمل البدني والفني للاعبين في الأيام الماضية. كمان هيكون عندهم بقى المنافسة الثانية أو المباراة الثانية هتكون المعادي يوم 5 سبتمبر، هتكون الساعة 8 مساء على صالة المركز الأولمبي. خليني أكلمكم بشكل عام، المرحلة الأولى من بطولة الدوري النادي الأهلي هيكون بيلعب كل جمعة وثلاث، يعني مباراتين في الأسبوع. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وكمان استكمالا حديث عن الفريق الأول لكرة اليد الرجال، تم تحديد موعد السوبر المصري، واللي هيكون أمام فريق الأهلي أمام فريق الزمالك. طبعا هيكون مقام في الإمارات، وهيكون يوم 9 ديسمبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني رجال كرة اليد استعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. كمان كانوا شاركوا طبعا في البطولة الودية، دورة الأبطال الدولية لكرة اليد. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي نروح لكرة الطايرة، ومنتخبنا الوطني لكرة الطايرة طبعا بيستعد بشكل قوي جدا لكأس الأمم الإفريقية. بيشارك بقى مع قائمة المنتخب خماسي النادي الأهلي لاعب أحمد صلاح، حسام يوسف، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، ومحمد عصران. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني منتخبنا الوطني كان بيستعد بقوة لهذه البطولة، خاض أكثر من معسكر سواء في مصر أو خارج مصر، وكمان سلسلة من المباريات الودية. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى اخيرا نروح للعبه كره السله، وطبعا امبارح كان تم الاعلان عن التعاقد مع اللاعبه تماره نادر السيد لتنضم بقى لملكات كره السله لمده 4 مواسم. طبعا بنتمنى لها كل التوفيق، ان شاء الله تكون اضافه قويه للفريق. طبعا زي ما احنا عارفين انه سيدات كره السله كانوا عملوا موسم كبير جدا الموسم اللي فات، فازوا في جميع المباريات، يعني فازوا في جميع البطولات بالعلامه الكامله. اتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء
الله بقى كمان الموسم الجديد يقدروا يحققوا نفس هذا الهدف وتكون تمارا اضافه جديده وكبيره للفريق. وكمان بقى كان اعلن الاتحاد المصري لكره السله ان كاس السوبر بين الاهلي والزمالك هيكون يوم 20 اكتوبر وبدايه دوري المرتبط هتكون يوم 25 اكتوبر ومباراه كاس مصر في دور ال 16 هتبدا يوم 26 ديسمبر ودوري السوبر هيبدا 30 ديسمبر. يعني خلاص بقى بدانا نعلن كمان عن مواعيد كل المباريات والبطولات القادمه ان شاء الله. زي ما كل فرق النادي الاهلي عملت موسم كبير جدا الموسم اللي فات ويمكن كمان سميناه موسم استثنائي يقدروا يكتسحوا في جميع الالعاب هذا الموسم. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. كمان بقى خلوني انقل لكم الاجواء. طبعا زي ما عودناكم دايما درجه الحراره دلوقتي 30. اعضاء بالفعل متواجدين في النادي وفي سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي. يعني كل اعضاء النادي الاهلي اللي بتتابعنا تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهارده. يعني يا مريم ويا كريم دي كانت ابرز اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي استفسارات طبعا يا هنا. يعني يمكن نقلت لنا الصوره كامله سواء عن الفريق الاول لكره القدم وايضا كل الانشطه الخاصه بالفرق الرياضيه الاخرى وكمان الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بنشكر جدا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. نادرا ما بنحتاج نسال المزيد من الاسئله لكل زميلاتنا. الحقيقه هم ما بيسيبوش لا كبيره ولا صغيره ولا شارده ولا ورده في كل الفروع في كل الرياضات. فهنسال ليه صحيح. دي حقيقه عندك حق يا كريم. بنشكرك يا هنا على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. شكرا جزيلا.